الخطاب الديني الذي يحمله الإمام والداعية في المسجد أو الجامع من أهم مشكلات الوعي والعقل المصري، ولذا لدينا الكثير من الأسئلة. كيف يتم اختيار الإمام؟ كيف يتم تدريب الإمام ومده المستمر بكثير من المعلومات والدعم؟ هل تم اختيار بعض من الأئمة في الفترة الأخيرة والسنة الأخيرة وتحت راية الأخوانة؟ هل الدفعة الجديدة للأئمة والتي تضم حوالي 3000 إمام جديد ضمن هذا المخطط، مخطط الأخوانة، وكيف من الممكن التعامل مع هذا الخطر؟ هذه الأسئلة سنطرحها على فضيلة الشيخ صبري عبادة، وكيل أول وزارة الأوقاف والمتحدث باسم نقابة الأئمة والدعاة. مرحبا، أهلا بك فندم. شيخ عبادة، يعني حضرتك كنت أول من تمت الإطاحة به من وزارة الأوقاف في خلال السنة الماضية، تم نقلك من مديرية الأوقاف بالغربية إلى مديرية الأوقاف بأسوان. نعم. ليه كان هذا النقل وقتها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا احنا تعلمنا في الأزهر الشريف وسطية الأزهر، ونادينا منذ نعومة الأظافر بأن التيار الإسلامي المتشدد هو ضد سماحة الإسلام. طبعا فضيلة الشيخ طلعت عفيفي تم اختياره وزير الأوقاف في عصر الثورة أو في عصر الإخوان، وجاء بأجندة لأخوانة وزارة الأوقاف وإطاحة الإطاحة بوسطية الأوقاف وسماحة الأوقاف أو سماحة الإسلام. طبعا تم مناقشة أمر معين في يوم 26/8/2012، والاعتراض مني حقيقة وتوجيه فضيلته إلى أن الوزارة تسير في إطار الأخوانة وتسييس وزارة الأوقاف، وأن وزارة الأوقاف طول عمر الدعوة فيها دعوة وسطية، ويجب أن تتجنب الصراعات السياسية، لأن المسجد مكان بيأتي إليه المسلم للراحة النفسية والطمأنينة القلبية. ولكن اعترض، أو كان الأمر بالنسبة له غريب أن موظف بسيط زي يعترض على سياسة الإخوان، والإقصاء والانتقام هي السمة الأساسية في التيار الإسلامي السياسي. كانوا دائما ما يتحدثون ويردون فضيلة الشيخ بأنه هذه أقوال مرسلة. نعم. هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة. ما الذي أكد أو أعطاك هذا اليقين بأنه كانت هناك بالفعل نية للأخوانة أو عمليات تجرى أو تجري للأخوانة؟ أولا بالنسبة للإخوان أو التيار الإسلامي إلى الآن، وبنقول للهيئة السياسية إلى الآن، لم يقدموا أي ورقة تقول أن دي تبع الإخوان أو دي مش تبع الإخوان. لحد دلوقتي قيادات الإخوان وانت شفتيهم اللي تم القبض عليهم بيقسم بالله انهم تبع الإخوان، ودي سمة أساسية في التيار الإسلامي إن هو بيتنصل من أي قيود أو تبعية، ولكن إحنا بنقولها علنيا، إحنا أزهريين وإحنا وسطيين ولن ننكر ذلك تماما. طبعا إحنا عرفنا إزاي إن هم بأخوين وزارة الأوقاف. القيادات الموجودة منذ زمن بعيد كلها بتؤمن بوسطية الإسلام. فضيلة مولانا لن يأمن، أو مش كان آمن لهذه القيادات في تنفيذ مخطط الإخوان والانتقام من مصر المحروسة قاطبة، من ذرة الرمل الموجودة على أرض مصر كانوا يريدون الانتقام منها. فإحنا عرفنا أن إحنا بالنسبة للعمل أو بالنسبة للمصريين كلهم عارفين مين إخوان ومين مش إخوان. إحنا في عمل الدعوة، هل كانت هناك بعض المستندات، بعض الأوراق، بعض القرارات المكتوبة التي تؤكد مثل هذا التوجه؟ أن يعني النهاردة أنا في مديرية أو في وزارة الأوقاف عارف مين زميلي هو تبع الإخوان، مين تبع التيار الإسلامي المتشدد. فأجيب واحد مثلا بقاله 9 سنين برا في الخارج ولم يعمل في وزارة الأوقاف وكان هاربا من مطاردات أمنية، ويجي عشان يكون في منصب مدير عام وكيل وزارة، هو تبع الإخوان وتبع التيار الإسلامي السياسي. أجيب واحد مدرس ابتدائي ويبقى وكيل وزارة. أجيب واحد محل محكمة أدبية وعليه جزاءات ويبقى مدير عام. وارتكبت الكثير من المخالفات، ولدينا هذا المستند فضيلة الشيخ وعلى الشاشة أمام حضرتك. تلاعب وفساد في نتيجة مسابقة تعيين الأئمة، وأثيرت الكثير من المشاكل والدعاوى حول هذه المسابقة تحديدا. يعني سنأتي لمواطن الفساد فيها، ولكن في البداية كيف يتم اختيار الإمام؟
اولا بالنسبه لاختيار الامام، ما عليه الدوله من 98 او 99 على ما اظن، وكان التعيين بيتم من خلال القوى العامله، والخريج الازهر يروحوا للاوقاف او للازهر الشريف كمدرسين. ولكن الدكتور زقزوق بارك الله فيه ابتكر او اراد ان يكون هناك امام على درجه عاليه من العلم ومن حفظ القران الكريم، فبدا تنظيم مسابقات لاختيار واختبار الائمه الجدد للرغبه في العمل الدعوي، لان كانت القوى العامله ممكن توديني انا امام وخطيب وانا ماليش رغبه، او مدرس وماليش رغبه. فعملنا في 98 او 99 انتهجت الوزاره نهج المسابقات والاختبارات. من هنا بدانا نختبر الامام، يكون خريج الازهر 5 سنوات من 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 الاعلان، اللي هو مثلا 5 سنوات من اعلان في 2000، يبقى هنبدا من 95 لحد 2000 خريجي الكليات الشرعيه المتخصصه في دراسه المناهج الشرعيه فقط لا غير، لان في الازهر مثلا تجاره، في علوم، في صيدله، في زراعه. يبقى احنا اللي الطالب او خريجي جامعه الازهر اللي في اصول الدين او في اللغه العربيه او لغات ترجمة قسم دعوة إسلامية، دي بيتقدم لوظيفة إمام وخطيب. تمام. وبيتم اختباره وتدريبه للعمل الدعوي والدفع به إلى الدعوة. وكيف يتم التدريب؟ التدريب كله في وزارة الأوقاف إلى آخر تدريب حصل في المعسكرات المغلقة لجماعة الإخوان المسلمين بتتم من أساتذة جامعة الأزهر. الكفاءات العلمية والأمنية ذات القدرة العالية على تبصير هؤلاء الشباب بالمسار الدعوي الصحيح للعمل بالمسجد. كفاءات علمية طبعاً وأمنية وقانونية. وقانونية لأن دي شاب النهارده. انا النهارده ابني مثلا عنده 22 سنه او 20 سنه، خريج كليه اصول الدين، من طالب الى ان يكون قيادي. صح. طالب الى ان يكون امام المسلمين، هيصطدم بواقع مرير بينه بيصلي خلفه انسان ذو علم كبير او علم غزير، وانسان بسيط. وانسان امني، وانسان له مصلحه، وانسان كذا، لان مجتمع المسجد بيجمع كل المصريين، كل المسلمين. فاحنا بندربه عشان يكون قياده، علشان يقدر يواجه المجتمع فكره الجديد. فضلا عن احنا كنا بندرب كل فترة زمنية في دورات تخصصية، دورات تثقيفية للإمام، منشورات وسطية معتدلة. وكنتم ترون أنها بالفعل تفيد الأئمة الجدد والشباب منهم. طبعاً كانت مفيدة، مفيدة جدا. وفي الفترة الأخيرة وفي آخر معسكر مغلق وقت فترة الرئيس المعزول محمد مرسي، كان هناك بعض من غير المتخصصين ولكنهم يطلقون على أنفسهم لقب داعية، وقاموا بإلقاء الكثير من المحاضرات في شباب الأئمة، ولدينا بعض من لقطات لهذه المعسكرات. كيف رأيت هذه المعسكرات وقتها فضيلة الشيخ؟ طبعا هو ما حصل إعلان نتيجة المسابقة الأئمة في الوحيدة في عصر الإخوان لل 2012، وتم إعداد مركز تدريب خاص بقيادات جماعة الإخوان والتيار الإسلامي المتشدد، حتى أن هم جابوا أبسط الناس. اللي حصل، أنا مش دي إهانة اللي حصل على الدبلوم أو بكالوريوس تجارة، ولكن هو غير متخصص. ليه إحنا مش بنؤمن بالتخصصية؟ ليه مش نؤمن بأهل الخبرة؟ يعني أساتذة علماء الأوقاف وهيئة كبار علماء الأزهر الشريف لديهم العلم الغزير. النهاردة ما أجيب واحد سلفي أو واحد فكره متحجر في قضية معينة، وأترك إنسان له من الأبحاث العلمية والفكر الديني الوسطي اللي يقدر يبصر الإمام والداعية الشاب البسيط عشان مش يصطدم بواقع المسلمين. النهاردة هم عملوا المعسكرات والتدريب من أجل التأهيل الدفع بهم في المرحلة، ولكن سبحان الله، إرادة الله كانت أقوى. أرادوا أن يغتالوا مصر فنجاها الله، الحمد لله. أرادوا أن يضلوا المسلمين فهداهم الله، ليثبت للعالم بأسره أن الدعوة الإسلامية دعوة من قبل الله عز وجل، وليس هناك أحد حج على الإسلام، ولكن الإسلام حج على الجميع. اسمح لنا فضيلة الشيخ، واسمحوا لنا مشاهدينا نتعرف على آراء الناس في الشارع، رأيهم إيه في الأئمة في الفترة الأخيرة؟ الخطة بتاعت الأوقاف بضم كل المساجد الأهلية للأوقاف تمت ولا ما تمتش؟ ده السؤال اللي تسأله الأول.
لو كل المساجد اللي تبع الاهليه اتضمت تبع الاوقاف، الاوقاف تتولاها وتبعت لها خطباء مؤهلين يعرفوا بيقولوا ايه، ومش كل من هب ودب بيطلع على خطبه على المنبر ويقول للناس كلام تسمعه. من بعد الثوره بدات المشكله، بقى اي حد بيطلع يقود يطلع المنبر وبتاع، وهو المشكله بقى ما بيتكلموش في 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 الدين بالظبط، بيخش السياسه وبيبدا يحفز ناس على الناس. هو ده اللي احنا دلوقتي اللي احنا شايفينه ظاهره كتيره دلوقتي بتحصل. والله انا مع حريه برضه ان يتكلم الخطيب، ان هو يتكلم برضه في مواضيع ما يبقاش كله بيتكلم في حاجه واحده يعني. المفروض خطبه يوم الجمعه تبقى متوحده على مستوى جمهوريه، المفروض يعني على اساس يبقى نص واحد، مش ما بقاش فيها لا مؤاخذه دين وسياسه وتطرف وحاجات زي كده. قبل 30/6 وقبل كده كان الاول بيتكلموا في السياسه تملي ايام المساجد اللي كنا عندنا في جامع حزمة اسماعيل هنا، كان على طول بيجي يتكلم في السياسه. بعد كده دلوقتي بنتكلم نسمع الخطبه بس. طلع اي جامعه تخش جوه برضه نفسهم كلهم واحد يعني، الحمد لله يعني. وما فيهاش حد بيتدخل في السياسه في الشيوخ هنا، لان هم كلهم تبع الاوقاف ومعتدلين معانا يعني. كتير حضرتك كتير من الخطباء بالجماعه بيحاولوا يدخلوا سياسه في الدين، وبيحاولوا يسيسوا الناس في الدين، من امثال بتوع الجامعات الاسلاميه والجامعات الشرعيه اللي هم المنضمين للاخوان كلهم ومساندين للاخوان. السياسه لو دخلت في الدين حرام. ربنا سبحانه وتعالى عز وجل بيقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين لله ولا تفرقوا. ده كلام رب العباد. فأصل السياسة هي الدين، وأصل الدين سياسة. أصل السياسة هي الدين، وأصل الدين سياسة. واختلاف حول هل يجب أن يتحدث الإمام والخطيب في السياسة. البعض يرى لا يجب، البعض الآخر يجب أن يكون هناك حرية لكل إمام وخطيب، والبعض الآخر يرى أنها يجب أن تكون موحدة على مستوى الجمهورية. ما رأيك فضيلة الشيخ؟ أولا نحن بنقول للأخ الأولاني بالنسبة لضم المساجد، الوزير حاليا عاكف على أن تكون الدعوة من خلال المنابر الإسلامية في مصر كلها، كل المنابر وكل بيوت الله في مصر تحت سيطرة وزارة الأوقاف، وأن تكون الدعوة وسطية، وأن يكون هناك إمام أو خطيب مكافأة من وزارة الأوقاف خريجي الأزهر بالتحديد. طب هل أولاً ممكن أفهم يعني إيه داعية؟ نعم، يعني إيه داعية؟ يعني نفهم الإمام ونفهم الخطيب. نعم. هذا المفهوم الداعية هو مفهوم جديد بدأ تلفزيونيا ثم تحول إلى يعني شعبيا. هو صراحة بالنسبة لكلمة داعية، هو أخذوا هذا الأمر من دعوة الرسل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل قاطبة كانوا دعاء إلى الله عز وجل، يبلغون عن الله عز وجل. ولكن عشان الشو الإعلامي ويبقى مش إمام وخطيب، وكلمة إمام ديت مثلا، مع إن كلمة إمام أو وظيفة الإمام أفضل بكثير من كلمة داعية، لأن قد يكون الداعية داعي إعلامي، داعي لفكر سياسي، لكن الإمام هو إمام المسلمين. ولكن هل هناك مسمى وظيفي؟ لا لا لا، داعية لا، يعني لدينا فقط إمام، لا، إمام وخطيب ومدرس. دي بالنسبة لنص عليه القانون. تمام. وبالنسبة لخطيب المكافأة، اسمه خطيب يؤدي درس أو خطبة جمعة من خلال المنابر الإسلامية. تمام. المهم اللي احنا عايزينه الأخ الفاضل الأخير بأن الدين في السياسة والسياسة في الدين، هذا الأمر يعني قتل بحثا، وأصبحنا في أمر الآن لابد أن نقدمه للناس كل أن الدين جاء ليصلح أمر الإنسان من مهده إلى لحده، وأن السياسة جاءت لتصلح أمر الإنسان برضو وتسييس أمر الإنسان والوقوف على ما يصلح إنسان. لكن في إيه؟ لكن في فرق بين إنسان بيقدم ويعرض رأيه، بعرض رأيه للدنيا كلها، وبين إنسان متشدد إن اللي مش يبقى معايا يبقى ضدي ولابد من إراقة دمه. الإسلام وإحنا في الهجرة المباركة، هذه الأيام المباركة، نقول للدنيا بأسرها أن الإسلام اتخذ أعداء الإسلام كما يقولون أو من غير المسلمين كأمين على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة المباركة. أليس هذا من السياسة؟ صحيح. أليس هذا من السياسة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعين بيهودي كدليل؟ بنقول للدنيا كلها إيه؟ إيه السبب؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع هذا الرجل وثق في شخصيته، وثق في صدق أمانته، جعله دليله لنقول للدنيا
قيموا الناس وقيموا البشر بعيدا عن كلمة الدين. تمام. نعم. معظم المساجد في الجمهورية تحت سيطرة وزارة الأوقاف، ولكن هناك بعض من المساجد التي يسيطر عليها بعض مشاهير الفكر السلفي، نتحدث عن إسماعيل المقدم، ياسر برهامي، وربما من قبل كان حزم صلاح أبو إسماعيل قبل القبض عليه. كيف ستسيطرون على ما يقال وما يخاطبون به الناس داخل هذه المساجد؟ النهاردة وزير الأوقاف وزع علينا قانون وحيتم تفعيله، ممنوع ارتقاء المنابر او الدعوة في مصر قاطبة الا بتصريح من وزارة الاوقاف، ممنوع تماما، وفي تجريم له، وحيتم تفعيل هذا القانون. وبنقول لكل الدعاة اينما كانوا، اي انسان يجي يقدم طلب ويتم اختباره ويتم مراقبته في الاداء. طيب، في ناس قدموا طلب وتم اختبارهم واجتازوا الاختبار وعددهم 3000 إمام وداعية، ولكنهم محسوبين بشكل أو بآخر على الإخوان المسلمين، كيف ستتعاملون مع الدفعة الجديدة من الأئمة؟ نعم، بالنسبة للدفعة الجديدة، عشان نقول للدنيا أن اللي بيقولوا عليهم انقلابيين ووزارة الانقلابيين، وزير الأوقاف الحالي الرجل أراد أن يضع القانون نصب عينيه. الدفعة دي تم اعتماد نتيجتها ولم يتم الاعتراض على القانون أو تقديم شكوى في القانون عشان يبقى في القرار بتاع التعيين، عشان مش يبقى نهائي، ولكن أصبح القرار نهائي وحيتعامل معه كواقع. ولكن هناك خطة إلى أن الإمام الجديد حيتم تدريبه من خلال إمام قديم للتثبت من وسطياته وفكره واعتداله. إن لم يتم التثبت من هذا، حيتم اتخاذ إجراء، لأن عندنا فترة صلاحية لستة أشهر، حيتم اختبار الأئمة والدعاه الجدد، واللي عاوز يشتغل في وزارة الأوقاف مرحبا به، وليس هناك إقصاء ولا إبعاد على فكر سياسي، ولكن الالتزام بالمنهج الوسطي والدعوة لسماحة الأوقاف. هذه سياسة وزارة الأوقاف في المرحلة الحالية. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ صبري عبادة، وكيل أول وزارة الأوقاف والمتحدث الرسمي باسم نقابة الأئمة والدعاة. شكرا جزيلا، وحضرتك بخير. أشكركم مشاهدينا، أشوفكم بكرة بإذن الله.